راديو نيل لسه معاكم على نفس الموجة، ولسه معانا الصوت الذهبي الجميل الأستاذ علي الحجار. الحقيقة الحكايات اللي ممكن نفتحها النهاردة اللي انت فيها معانا على نفس الموجة واحنا فيها معاك على نفس الموجة كتيرة جدا، ولكن عايزة خلاص أبدأ بقى واتكلم عن حكاية أحمد الحجار. أحمد الحجار هو يعني فنان مكتمل الحقيقة، يعني تجربته تجربة مختلفة جدا، يعني لما تفكر فيه كده وفي تجربته هتلاقيه في حتة لوحده، يعني ما فيش حد شبه علي الحجار ولا حد شبه أحمد الحجار، يعني رغم أنكم إخوات يعني أخوات من زمان أنتوا إخوات من زمان بس أنتوا مش شبه بعض غير في حاجة واحدة، الفن الجميل، حب الفن الجميل، دي التربية بقى ده بسبب الأب أبويا. بقى طبعا الأب الجميل. قولي بقى ايه حكاية لو يرجع الزمان، كان ملحنها اخر حاجة قبل ما يرحل عن عالمنا، وايه اللي حصل؟ يعني هو ادهالي قبل ما يتوفى بحاجة بسيطة، حضر حتى بداية التسجيل، ما حضرش يعني المكساج والماستر بتاع الأغنية، هو ما كانش حضره، لكن ولا التصوير، احنا صورنا كمان فيديو كليب ليها. كان بالصدفة كمان هو الأغنية دي حصل لها يعني تطورات كتير. الأول لقيت شيخ خالد الجندي، وده حبيبي وصاحبي جدا، بعت لي كلمات قال لي دي صلاح جاهين، فأحمد لحن الكلمات دي. وبعدين سألت بهاء جاهين بعد ما لقيت لحن حلو قوي قبل ما ندخل ننفذ، سألت بهاء جاهين، بعت له الكلمات، قلت له دي كلمات بابا، دي كلمات استاذ صلاح جاهين، فقال لي لا دي مش كلمات، ده حد يعني بيحاول يروح ناحيته او يقلده. بعدين اكتشفت ان في على فيسبوك في صفحه اسمها محبي صلاح جاهين، مش لازم فيها ينزلوا كل شعر صلاح جاهين، حد ممكن يكون بيكتب على نهج صلاح جاهين وبيتكلم برضو في اوقات كتير عن صلاح جاهين وحياته كرسام وكممثل وك يعني شاعر وكده. المهم يعني اكتشفنا انه لا دي مش صلاح جاهين. فكلمت طارق علي صديق الشاعر، انا غنيت له حاجات كتير، وقلت له اللحن ده اتعمل على كلمات تانية خالص، واحنا الكلمات دي مش يعني مش عايزينها، عايزين نغيرها. فكتب لو يرجع الزمان، وصدفة كان في موسيقي عازف بيانو، وهو موسيقي مشهور جدا في أمريكا، مصري، هو عايش في أمريكا بقاله 25 سنة بيلعب مع كبار عازفي الجاز المشهورين، جون ماكلوفلين، ويعني لا يعني معروف جدا بره، احنا هنا في مصر عشان مش متابعين الجاز قوي فمش عارفينه، بس هو مشهور قوي، أسامة عز الدين، هو اسمه اسم الشهرة أوز، لكن طبعا هو معروف طبعا معروف. يعني انت ممكن تبقي عشان غاوية تسمعي غربي فهتعرفي أوز. المهم وحضر احمد بداية التوزيع ووافق على ان التوزيع ده مناسب للأغنية دي، ثم قعدنا في أغنية غريبة جدا، مثلا المكساج بتاعها 4 مهندسين صوت عدى عليهم لغاية ما طلعنا في النهاية بالمكساج اللي عمله المهندس ياسر أنور. جميل جدا. قبل ما أسمع الأغنية، بما أننا جبنا سيرة صلاح جاهين، طبعا أنت صاحب تجربة مهمة جدا في الرباعيات ده من أهم الحاجات في حياتي كلها طبعا، يعني طبعا رغم أنه الأول اتقال لأ علي الحجار بلاش يعملها، مش كده؟ لا، هو ما كانش الغرض بلاش فلان، لا هو كان الشيخ سيد مكاوي عاملها، يعني أنا سمعتها وحبيتها بصوت الشيخ سيد مكاوي وأنا عندي 14-15 سنة، كانت بتذاع في الإذاعة بصوته وكان قايلها حلو قوي، وكانت نزلت فعلا على شرايط أيام الشرايط ومتسجلة خلاص باسمه. فكان برضو من الصعب عليه إن هو بعد ما غناها وهو حبيبها قوي يديها المطرب تاني. الأولى بقى محايلة أستاذ صلاح جاهين ويقول له يعني خلاص هي موجودة بصوتك، مش هنخسر حاجة لما نعرضها تاني يعني، واسمع صوته مش هتخسر حاجة، انت شاكك في ذوقي؟ فقال له لا، قال له طب هبعته لك واسمعه. فاداني شريط في 54 رباعية، قال لي احفظ منهم 2-3، وخد لي معاد كان يوم 4 انا فاكر،
وانا بحب رقم 4 فاتفائلت لان انا مولود الساعه 4 يوم 4 شهر 4 يعني عارفه الاربعات عندي كده فاتفائلت جدا وحفظت ال... ال... انت برج الحمل. انا حمل. اهلا وسهلا. فلقيت نفسي بدل ما احفظ رباعيتين ثلاثه حفظت ال 54 رباعيه من يعني من فرحتي بان الشيخ سيد مكاوي هيرضى يقابلني. موافقته هتبقى متوقفة على اللي أنا هسمعه له بالضبط. فقابلته قابلني مقابلة كويسة جدا مسك العود وقال لي ها تحب تغني إيه فقلت له مثلا لو فيه سلام في الأرض فقال لي طب غني راح مديني الطبقة بتاعته هو هو طبقة صوته كانت ساعتها أنا كان صوتي أعلى شوي يعني أحد فغنتها له فقال لي لا طب نعلي الطبقة أعلى الطبقة طب ننزل الطبقة فضل يلعبها بكذا طبقة موسيقية عشان يشوف مساحة صوتي قد ايه وبعدين راح قايل لي البسبسة يعني بتاعته ايه الله يود انت بتغني زي كده باللفظ الله يود انت بتغني زي دي شهادة مهمة فشهادة خلاص رحت فرحت طبعا جدا ووافق قال للأستاذ صلاح جايين خلاص وكلمنا مدير الشركة كان ساعتها الشركة سبحان الله يعني شركة الأستاذ بليغ حمدي كان عاملها هو مدام وردة والأستاذ موريس اسكندر وكان شرط في شرط في العقد في عقد الاحتكار اللي أنا كتبته مع الأستاذ بليغ مدته 3 سنين وشرط أن أنا ما غنيش لملحن غيره فده سيد مكاوي مش بليغ حمدي فكون أن بليغ حمدي يوافق وينتج ده في شركته ويصرف عليه من عظيم جيبه عظيم طبعا بليغ ده موقف طبعاً. عظيم وقد كان وسجلت الرباعيات وتعرفت بالأستاذ صلاح بعدها بقى عملت ولد وبنت وعمل لي هنخبي ليه وعملنا كذا حاجة بعد كده لا أنا عايز أسمع أحلى رباعية أنت بتحبها اختار لنا واحدة ولا اتنين أسمعها حتى بإلقاء شعر يعني أو بغنى whatever اللي أنت تحبه حاضر أنا عارفة أنك أصلك بتحب رباعيات ودي وش سعد عليك جداً. فما ينفعش يبقى معنا عيل حجار وما نقولش رباعية ربنا يخليك حاضر هي أنا اللي بالأمر المحال يعني أنا بحبها بشكل خاص لأنها فيها فكرة أنه شرف المحاولة إن كانت حققت النتيجة اللي أنا عايزها بالسلب أو بالإيجاب بس أنا حاولت فدي حتى هو حكالي لأن معظم الرباعيات كنت بحب أسمع منه هو كتبها ليه وفي أي مناسبة فحكالي أنه هو كان راجع من عند الشيخ سيد مكاوي الساعة 3 صباحا لقى القمر قريب وكبير قوي في السماء فخطر في باله ان لو نط هيمسكه او هيلمسه فكره طفوليه جميله هو صراحه جايين كان طفل كبير طبعا فقال لي نطيت وطبعا ما طالش القمر وقع ورجله اتكسرت وكتب الرباعيه وهو في الجبس فهي بيقول فيها انا اللي بالامر المحال اغتوى من الغيه يعني شفت القمر نطيت لفوق في الهواء طلته ما طلتوش ايه انا يهمني وليه مدام بالنشوة قلبي ارتوى فهي فيها العزم ده يعني واحساس الواحد بانه مش مهم هنا انه هيجيب نتيجة سلبية او ايجابية قد ما هو اتجرأ وحاول طب هنسمع ايه من رباعية انا اللي بالامر المحال اغتوى شفت القمر نطيت لفوق في الهوى أنا اللي بالأمر المحال اغتاوى شفت القمر نطيت لفوق في الهوى طلت ما طلتوش ايه انا يهمني وليه مدام بالنشوة قلبي ارتوى عجبي الله 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 الواحد بجد هو بيسمع علي الحجار لايف يعني مش عايز يتكلم بعدها يعني عايز افضل اسمع بس النهاردة طيب صلاح جاهين عمار الشريعي الأبنودي سيد حجاب شوف عبد الرحيم منصور فؤاد حداد ايوه الاسامي الموجي كمال الطويل بليغ حمدي بليغ حمدي طبعا ده اللي قدمني واكتشفني بالظبط كلها اسماء عظيمه شاركت في تجربه علي الحجار حظي حلو حظك حلو طبعا طب ما هو كان ممكن يعني حد غير علي الحجار والناس دي تساعده وما يبقاش حاجة برضه
ما هي ما انا بقول لك حظي ليه، لانه هو طبعا الحظ ده يعني ربنا يعني من عند ربنا الحظ ده، انه البدايه انه بليغ حمدي استاذ الكبير بليغ حمدي يسمعني في 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 برنامج في التلفزيون فيجبني بكلمات عبد الرحيم منصور فيبقى لما اتعامل مع الاستاذ صلاح جاهين بعدها هو بقى عنده خلفيه وهو عارف قيمه صلاح عبد الرحيم منصور طبعا، فيديني الرباعيات. وهو كان كمان كان يعني صلاح جاهين بيحب يشجع المواهب الجديده يعني، فألاقي سيد حجاب هو وعمار الشريع بيدوروا عليا في مسلسل الايام، لان ده اللي لحن له بليغ حمدي وكتب له عبد الرحيم منصور وصلاح جاهين وسيد مكاوي في الرباعيات، فيجيبوني في مسلسل الايام. فألاقي الاستاذ الابنودي الله يرحمه في اول تجربه ما بين عبد الله النديم ثم ابو العيلة البشري يرشحني عشان اغني من فهي حظ يعني ترتبت كده لوحدها، توفيق من عند بس ربنا بس ورطتني انا بعد كده والحظ اللي لقيت الى المجتهدين اصلا اشغلني الشعراء او ملحنين اقل من كده بالظبط.